يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجاب عن من يقول على قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول إلا ذاته، وذلك لأننا إذا لم نفسر الوجه بالذات لدلت الآية على أن باقي الذات يفنى إلا الوجه، كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ هذا كلام باطل في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا يشمل ذات الله جل وعلا، يشمل ذات الله عز وجل، فلا يقال أنه ما يبقى إلا وجهه يعني أن الذات تفنى، هذا كلام باطل ولا يقوله مسلم، هذا ما يقول إلا صاحب هوى والعياذ بالله. نعم.